كيف يستجاب دعائي؟ كيف تكون مجاب الدعاء؟ أطب مطعمك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون قلبك حاضر، مجتمع القلب مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ألح عليه رجل أن يعلمه الاسم الأعظم، فعلمه الاسم الأعظم بعد أن أذن الله له. مكث 7 سنوات يدعو الله بالاسم الأعظم، لم تستجب دعوته. وإيش يدعو بإيش؟ بالاسم الأعظم. بعد 7 سنوات ذهب سيدنا، لقيه سيدنا موسى، راح يشتكي: أنت علمتني الاسم الأعظم ولا ضحكت علي سيدنا موسى؟ قال: لا، الاسم الأعظم. قال: 7 سنين دعوت الله وما استجاب. قال: أسأل الله. فسأل ربه، قال: يا رب، هذا عبدك 7 سنوات يدعوك باسمك الأعظم لم تجبه، لو سألني شيء وأنا عبد لأعطيته. فقال الله له: يا موسى، إنه منذ 7 سنوات يسألني وقلبه عند غنمه، ولم يسألني مرة واحدة وقلبه حاضر، ولو سألني مرة وقلبه حاضر لا أجبته.